طب كواليس الإعلانات لما عملتها فاكر منها إيه؟ كان في الله يرحمه بقى اسمه سعد عبد اللطيف، ده كان يعني العضو المنتدى بتاع شركة بيبسي. جالي قال لنا عايزين نعمل إعلان لليز دي. كنت أنا ساعتها في منتخب مصر كان مسؤول. وبعدين وافقت، عجبني برضو الفكرة بتاعته. ولد صغير معاه كيس اللي مش عارف الليز ده وقاعد في مدرج فوق وانا مسؤول تحت، انا مدير المنتخب قاعد تحت في الدكه بتاعت تحت، قاعد يدي ناس بطاطس، قاعد ينزل من فوق لتحت بتاع لغايه ما لقيته قاعد جنبي. فبديني، فقلت له يعني بما انت عايز تلعب يعني ده في الاخر بقى. المهم يعني عملنا الاعلان ده، وبعدين ما اتفقناش على فلوس ولا اتكلمنا في حاجه خالص. وكل قلت له بص انا يعني القيمه الادبيه بالنسبه لي مهمه جدا. فيعني وخلاص انتهينا الموضوع. حصل مشكله في منتخب مصر. وانا في المشكله دي قعدت متضايق جدا، يعني تصرف اداري او مسؤولين في الاداره يعني ما عجبنيش يعني. رحت البيت كنت متضايق جدا. فتصرف عشان برضو بين الناس ما يبقاش يعني، كان قاعد معايا رئيس الاتحاد ونائب رئيس الاتحاد وقاعدين في الوقت ده، من قاعدين الساعه 11 الصبح قعدوا معايا، وكنا قاعدين نعمل لوائح، عايزين نعمل لوائح بقى للمنتخب ومش عارف يعني اتحاد الكوره وكده ومنتخب مصر وبتاع. وانا خلاص مشوا هم الساعه 1 ولا حاجه، وانا قعدت لغايه الساعه 9 بالليل بشتغل وبكتب لوائح وعايز اعمل حاجه اللي احنا شفناها في النادي الاهلي. النادي الاهلي طول عمره ماشي بنظم ولوائح حاجات كده يعني، فعايز انقل ده يعني، عايز اعمله. فالمهم مشيت بالليل وانا ناشي، لقيت اثنين من اعضاء مجلس الاداره قاعدين في اوضه المجلس لسه برضه بيشتغلوا. فيا جماعه انتوا قاعدين، احنا قاعدين شويه. مشيت انا حسيت ان برضه لهم فتره طويله، قلت اجيب لهم سندوتشات وبتاع، فرحت جبت لهم سندوتشات وقلت ارجع تاني. وانا راجع كان الدنيا برد شويه، فانا قافل الازاز العربيه، فجه الراجل بتاع الجرايد فانا مش عايز اشتري جرايد يعني. المهم نزلت الازاز، قال لك يا كابتن اوعى تزعل. قلت له ازعل من ايه يا عم؟ قال لي من المكتوب في جرايد النهارده. انا ما اعرفش ايه المكتوب، فراح مديني الجورنال الاهرام، لقيت في الصفحه الاولى تحت كويس اللي كان قاعد معايا الصبح في التسايب البتاع الساعه 9 بالليل، كانت الطبعه اللي كان قاعد معايا الصبح مسافر في نفس اليوم يتفق مع كابتن محمود الجوهري عشان يجي المنتخب. انا ما اعرفش ازاي وانا مدير المنتخب. فانا مش فاهم. فطبعا رجعت على الاتحاد قلت لهم السندوتشات يا جماعه في مكتوب خبر كذا. قالوا لي بص احنا قاعدين من ساعتها عايزين نقول لك، مش عارف نقول لك ازاي بس انت موجود. قلت له يعني ايه انا موجود؟ قال انت يعني انت والكابتن جوري جاي. طب شكرا، رحت ماشي. رحت البيت مش عارف انام لغايه الفجر. يعني مش عايز اقول حاجه، بعد الفجر مباشره جالي فكره ان انا اروح اقدم استقالتي وارجع كل كنت اشتغلت حاجه 6 اشهر تقريبا او 7 8 اشهر مش فاكر يعني، كل اللي مليم خدته من اتحاد الكوره ارجعه. على اساس ان انا بعترض اعتراض على اسلوب اداره. من نواجه بعض ونتكلم، ما عنديش مشكله خالص يعني. فانا رحت رايح تاني يوم اللي هو محمد ديب بقى رحمه الله عليه، كان مدير عام للاتحاد. يا ست اللي هو كذا كذا كذا، رحت الاول الاداره الماليه. قلت لهم يا جماعه قولوا لي احسبوا لي كام يوم ما دخلت هنا لغايه ما خرجت. قالوا لي بالظبط 87,000 جنيه. رحت كاتبين شيك، رحت نازل على اللواء دي كتبت استقالتي ومدبس فيه الشيك اتفضل وبرد كليه. قعد ساعتين والله يتحايل علي، محمود يا ابني انت موجود؟ تقول انا مش عشان اشتغل او ما اشتغلش، انا مش عايز ابقى موجود خلاص. انا مش هقدر اشتغل بالاسلوب ده كويس، فانا ارجوك لو بتحبني بقى يا استلوى اقبل الكلام ده. الكلام ده كان يوم الخميس. طلعت من عنده قبل وخد الاستقاله وخد الشيك وخدت ما يثبت هذا الكلام ومشيت يعني. طلعت على بيتي قلت بروح انام بقى. قبل ما انام فشيت بقى غلك، قبل ما انام جالي تليفون من سعد عبد اللطيف الله يرحمه. فقال لي كابتن محمود انا في الشارع، انا جنبك هنا في جنب بيتك يعني وفي الاوتيل، وانا عايز اقعد معاك شويه. قلت له اهلا وسهلا بس انا عايز انام بقى، فايه ممكن تيجي الساعه 7 8 كده؟ قال لي طبعا خلاص. جالي الراجل جه وقال انا اسف جدا واحنا اتاخرنا عليك وادي الشيك بتاعك، وانا مش انت نسيت لانك ما اتفقتش على فلوس ولا في حاجه خالص يعني. الراجل جاب الشيك في ظرفه وحطه جنبي كده، وقعدنا نتكلم بقى وقعدنا مع بعض فتره طويله وتعشينا سوا خلاص يعني. خلاص ودخلت وما مش يعني ده مش يعني مش يعني مش واخد ذهنك قوي يعني. كان ساعتها مراتي بقى
كانت زعلانه ازاي ترجع الفلوس؟ ده انت اشتغلت وانت تعبت وانت مش هتحلم. خلاص انا يعني ما بس ده اللي وصلني ساعتها. رحت رايح على دخلت الاوضه جوه وهي بتشيل الحاجه فراحت جايبه الظرف. فقالت لي ايه الظرف ده؟ قلت لها ده الظرف ده المقابل بتاع الاعلان. افتحي شوفيه بكام؟ مش عارف. والراجل قاعد يقول لي معلش دي مش حاجه كبيره دي حاجه صغيره واحنا عارفين بس مش عارف ده يعني اول مره بس بعد كده هنعمل يعني كلام كده يعني. اول ما فتحت الشيك راحت ساجده يا عيني يا حبيبتي وسجدت على الارض وبت بت يعني سجدتين شكر لله كده او سجد الشكر لله يعني خير. الشيك طلع بكام؟ انا رجعت الصبح 87,000 جنيه 87.5 سبحانك رب 87.5 انا شايف يا اخويا اعلان ايه اللي حاسبينه بالرقم ده بس فطبعا حاجه كده سبحانك رب. شوف ده قصه الاعلانات.